اتحداك يا معاذ النجف واتحدى 12 نائب وعندنا اثنين نواب القرعاوي وذاك الثاني مدري شو اسمه هم خلي يولي لحد الان ذولا هم يمثلون النجف ما مطينا لا ماي لا كهرباء لا خدمات لا بنى تحتيه اليوم نطلع الظاهر ونطالب بحقوقنا يودي لك قوه يودي لك ابو الشباب يطلعك ويكتبك ويشتعلك وعندنا شباب خسرت عيوننا انت انسان فاشل وراح من تطلع ان شاء الله وطاعونك في 24 بموت الله راح تتحاكم راح تنزل بالقفص راح يحاكمونك راح تروح مشرفة الاعدام لان انت ما اخذت المشير انت اكو عليك عذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بحضراتكم الى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع الى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال ارقامنا التي تظهر اسفل الشاشة امام حضراتكم، وايضا من خلال خدمة الواتس اب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من ارسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا ان شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم موضوع مهم للغاية ويكشف حقيقة كثير من الوجوه والجهات الموجودة في العراق وحقيقة انتماءاتها وولائها. يوم أمس أقيم حفل تأبيني بمناسبة الذكرى 32 لموت الخميني زعيم ما يسمى بالثورة الإيرانية، وطبعا المرشد العام في إيران السابق. وطبعا في العراق تم الحفل التأبيني في مقر ميليشيات الحشد الشعبي، وحضر الحفل أعداد كبيرة جدا من هذه الميليشيات، قيادات الميليشيات، وحتى بعض الشخصيات خلينا نقولها بصراحة السنية الموجودة أو المحسوبة على السنة يعني ضمن هذا الحفل التأبيني. الكل أبدى رأيه وأعطى كلمات ثناء ورثاء وغيرها من هذه المقدمات والكلمات اللي وصفوا بها وجملوا بها النظام الإيراني والثورة الإيرانية وما تقوم به إيران من خدمة للإنسانية ومن تقديم كل ما هو خير للعراق وللعراقيين. هذا الكلام خرج من كل الحضور الموجودين. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وبعد حديث السفير الإيراني إيرج مسجدي الذي قال بأنه إيران والعراق روح واحدة في جسدين، خرجت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ببيان قالت فيه أن تصريحات السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي هي انتهاك واعتداء سافر على سيادة العراق. طبعا مثل ما قلنا إيرج مسجدي صرح وقال بأن العراق وإيران روح واحدة في جسدين ولا يمكن الفراق بينهما. أشارت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أن تصريحات مسجدي في ذكرى وفاة خميني المسؤول عن قتل مئات الآلاف من العراقيين هي استفزاز للعراقيين وتأكيد على الهيمنة الإيرانية المطلقة على القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق. أكد الميثاق الوطني العراقي أن إحياء الميليشيات وأحزاب السلطة ذكرى وفاة خميني أظهر تبعية المحتفلين وولائهم المطلق لإيران على حساب العراقي وشعبه الذي يشهد احتلالا إيرانيا وإرهابيا دمويا تنفذه ميليشياتها. دعا الميثاق الوطني العراقي مجلس الأمن والدول العربية إلى تفعيل قوانين مساعدة الشعوب المتضررة من التدخلات الإيرانية، وطالب الميثاق الوطني العراقي شعوب المنطقة للعمل المشترك والنهوض الفعلي لمواجهة المشاريع الاستيطانية التي تنفذها السلطات الإيرانية وميليشياتها في المنطقة. ضمن التصريحات أيضا التي خرجت من حضروا هذا الحفل التأبيني والتي تؤكد الولاءات، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قال بأن ثورة الإمام الخميني أعطت معنى جديدا للإنسانية في العالم. احنا حنسأل لكن بالبداية بس خلونا نأخذ أبرز التصريحات اللي خرجت في هذه المناسبة. قال الفياض بأن العراق كان وما زال ينظر بكل احترام وتقدير لثورة الإمام الخميني للثورة الإيرانية. رئيس جماعة علماء العراق خالد الملة اللي محسوبين على السنة قال بأن إيران لم تقدم للعراق والعراقيين سوى الخير وكل ما هو صحيح ولصالحهم. مشاهدينا الكرام، احنا نسأل ما الذي قدمته إيران للعراقيين؟ هذا هو سؤال الحلقة اليوم، أتمنى من حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليه. وأيضا ألا تعتبر
ميليشيات الحشد كما يقولون قوة عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ ماذا يعني أن تقوم هي بالإشراف على تنظيم هذا الحفل التأبيني في مقراتها وتخرج بهذه الروح وبهذه الخطابات تدافع عن إيران، يعني تمدح خميني ونظامه وتمدح هذه الثورة وتمدح ما تقوم به إيران تجاه العراق؟ طيب، ما الذي قدمته، نعود بالسؤال، ما الذي قدمته إيران للعراق وللعراقيين لكي يقول شخص مثل خالد الملا أنها لم تقدم سوى الخير؟ ما هو الخير الذي قدمته إيران للعراق وللعراقيين؟ أرغب بس أن أعرض هذا المقطع اللي أكيد الكثير منكم شافه ويعرف تفاصيله، لكن نرغب بتكراره مرة أخرى لهادي العامري زعيم ميليشيا بدر وأحد القيادات في الحشد الشعبي في هذه الميليشيات، والذي لديه كتلة برلمانية والذي لديه حزب سياسي ومنضوي ضمن هذه الحكومة ويتحدث باسم العراق. خلونا نتذكر بس ما الذي فعله هادي العامري وإيران ضد العراقيين. امامشان میبندد برایت او میگفت اگر حضرت امام مصلحت را در این دیدند که قطعنامه 598 پذیرفته شود دیگر برای ما جایی برای سخن باقی نمیماند، حکم حکم ایشان است چه در جنگ و چه در صلح. فقط من فارسی میگم، شما عربی بگید. بله بله، شما بچه‌ها کجا هستی؟ صبح نوحبت. واقعا اینجا چه کجا هست، چیکار میخواید بکنید؟ واقعا كنا ننتظر الأوامر للتوجه إلى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو الغاشم في قيلان غرب. كنا حاضرين في منطقة باختران، وأثناء هذا وصلتنا الأخبار بأنه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين. فتحركت قواتنا باتجاه منطقة والحمد لله وصلت إلى المنطقة ومسكت المنطقة واستطاعت أن تدافع لمدة 4 أيام مقاومة عنيدة أمام اندفاع العدو المجنون. أخي ببخش، إن صوت الإمام لك شنيدين دارواتو وهمين صور كون سنة مدهاش نظر خوتنا بمواني برادر مسلم ما بفرمت شيء. نظر ما صلح باكوف نيس، وإن رأي الإمام إنه الآن وقف إطلاق النار والجمهورية الإسلامية، نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام، فالإسلام اليوم يحتاج إلى إذا يحتاج إلى صلح نوافق، ولكن إن شاء الله سنستمر بتوجيه. استمعتم، وطبعا هذا المقطع مو جديد والجميع شاهده، أكيد أغلبية العراقيين يعرفون هذا المقطع ومشاهديه قبل، ويعرفون حقيقة هادي العامري الذي شارك بقتل أكثر من 350 ألف عراقي سقطوا أو ارتقوا شهداء في هذه الحرب، وأكثر من 700 ألف جريح نتيجة هذه الحرب، ولا يزال هناك أسرى عراقيون في السجون الإيرانية والمعتقلات. هذا جزء بسيط من الذي قدمته إيران للعراق وللعراقيين. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. أول اتصال أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي، حياك الله. حبيبي الله يسلمك. الله يسلمك، شلونك؟ تفضل. الو، اسمعك يا ابو علي. الجمهوريه، الله يسلمك، هي الجمهوريه الاسلاميه مو حمتك. شلون حمتني؟ داعش يا الخدرك. داعش ايش طببه للعراق؟ طببتوا انتم والسعوديه وامريكا واسرائيل. طيب هسه انا اريد اسالك، هذا المقطع اللي شفته قبل شويه بالحرب العراقيه الايرانيه، ايران ما قتلت من العراقيين اكثر من 350 الف واحد؟ قتلة البعثية والجواسيس، يعني اللي انقتلوا كلهم بعثية بنظرك وجواسيس. ايه. طيب أبو علي، أنا أريد أسألك، اليوم إحنا عندنا قائد عمليات في البصرة، أحد الضباط الموجودين في محافظة البصرة، يؤكدون بحسب تسريبات أنه إيران تدخل ما لا يقل عن 30 حبة مخدر سنويا، مخدرات تدخل من إيران. شنو رأيك بهذا الكلام؟ وهذا كلام الحكومة. يعني شو رأيك داعش يدخل من السعودية والدول؟ جاوبني الخليج. جاوب، ماشي، جاوبني على سؤالي. شو ما جاوب على هذا السؤال؟ اي ماشي، هسه جاوبك على هذا السؤال، انت رد علي بسؤالي، جاوبني. ايران دا تطبب للعراق 30 مليون حبة مخدرة سنويا باعتراف الحكومة، شنو تعليقك على هالكلام؟
طيب ما عندك تعليق. حنجي للعلي من بغداد، نجي له ابو علي. ناصر من بغداد تفضل. مرحبا، حياك الله. عندي موضوع خارج عليه. شنو موضوعك؟ والله موضوعي انا احد المواطنين من بغداد. نعم. كان عندي شهيد ورا كذا سنين استلمت حقوقه يوم 18/7/19. نعم. احد المواطنين حايل علي قال انتم ليش قاعدين ايجار؟ انطيكم قرض 150 مليون فزايمني مبلغ 10 ملايين ونص. نعم. انت حي دعوه مركز شرطه حي العدل. نعم. واذا مركز شرطه حي العدل هو من اهالي الحصير. نعم. حي العدل استلم من عند المبلغ، فقدم حي دعوه مركز حي العدل يوم 18/7. طيب. بعد استلم من عند المبلغ. القاضي غلق له القضيه بدون تحقيق وياه. القاضي حلفني بالقران بدون ان يجيز عليه. اي. فما اقتنعت التحقيق، والتحقيق القضائي الثاني مو وياي. وراحت فلوسي سوت قدمت دعوه للسيد فايق ديدان. اي. ما استقبلني، ما استقبلني، طلع لي موظف شاب من عنده قال السيد القاضي يقول انت الميت. قلت له فلوسي راحت انا على الواحد. لازم ينحكم 7 سنين. نعم. لان احتيال هذا. قدم الطلب علما للسيد رئيس الوزراء المكتبه من يوم 4/3/2021. طيب. راجعت يوم 6/4/21 ما استجابوا لي، واليوم رحت اليوم 6 الشهر رحت. وإلى الموظف اللي بالبرة ما خلاني أدخل، قلت له ليش؟ أخذ لي 4 شهور وجيت ب 15,000 سنة، قال لي والله ما تدخل. الموظف اسمه بلال واقف بالباب ما خل، قلت له بس أستفسر على خاطر يعني أنا ما عندي، أنا عمري 64 سنة. نعم. محمد ما في أهل أروح وأجي. نعم. يوم بغداد مظاهرات أخو بالعلا وأخو السائق طلب من عندي 18,000 قلت له ما قدامك. فأنا إذا لقيت موظفين أيه. يمثلون مكتب رئيس الوزراء والله فلا اعترف بهم نهائيا. نعم. مع الاسف لا قدر انه كبري ولا قدر قضيتي. نعم. انا فلوس شهيد الاخلد. نعم. سيد رئيس الوزراء مع الاسف عليك. طيب. شكرا سيد ناصر، وصلت فكرتك، انا اشكرك من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه، واتمنى ان شاء الله موضوعك ينحل، اتمنى صوتك ايضا يوصل. سيد أبو علي من بغداد اللي اتصل واللي طبنا بسالفة أنه إيران حمتكم ومنه طبب الدواعش وقاعد يتهم أنتو والسعودية اللي طببتهم، وطبعا هذا الخطاب اللي خطاب الميليشيات طبعا المعروف لدى الجميع واللي ما عندهم بي ما يسألون نفسهم أو يشغلون عقولهم. القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نور المالكي اللي كانت قواته مسيطرة في صحراء الأنبار وعلى الحدود والمفروض هي اللي تحمي العراق والعراقيين اللي تم إنفاق مليارات الدولارات عليها، وينها؟ بالنسبة للثلاث فرق أو أربع فرق عسكرية اللي هربوا بالدشاديش من مدينة الموصل قدام 500 نفر من عناصر متطرفة مثل داعش، وينهم؟ وين هذا التسليح؟ وين هذه القوات؟ ليش ما حمت العراقيين؟ ليش ما يجي يقول أنا أحمل حكومة المالكي وحيدر العبادي المسؤولية عن دمار بلدي؟ ليش ما يتساءل هذا السؤال؟ ثم لما طرحت عليه موضوع المخدرات رجع لي على موضوع داعش مرة ثانية، وهي هاي الاسطوانة حافظيها السعودية قطر أنتو السنة ما أدري شنو من هالكلام. نجي بس نقول بأنه ضمن التصريحات الإيرانية التي تثبت سيطرتها وليس حبا في العراق ولا دفاعا عن العراق، سيطرتها على العراق على بغداد العاصمة بالإضافة إلى 3 عواصم عربية أخرى، حيدر مصلحي وهو وزير الاستخبارات الإيراني السابق في حكومة أحمد نجاد قال إيران تسيطر فعلا على 4 عواصم عربية كما قال نتنياهو. ووكالة فارس الإيرانية هي التي نقلت هذا التصريح، قال بأنه تصريحات نتنياهو تبين مدى تنامي قوة إيران ويؤكد أن إيران تسيطر على 4 عواصم عربية. هناك تصريح آخر من علي رضا زاكاني وهو رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، قال أيضا أن إيران تسيطر على 4 عواصم عربية. وكم من مسؤول إيراني تحدثوا عن أن العراق وبغداد ساحة خلفية لإيران، وبغداد هي تعتبر العمق بالنسبة لإيران والأمن القومي الإيراني، وغيرها من هذه التصريحات اللي تؤكد أنها تستولي وتحتل العراق فعلا عن طريق هذه الميليشيات والأحزاب، ويتهم الشهداء اللي انقتلوا دفاعا عن العراق بأن ذولا جواسيس وبعثية وخوانة. مصطفى من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اخوي انا مستحي. تفضل. معني اخوي؟ اسمعك. اخوي احنا من هاي السالفه مال حكم ومدري ايش وان شو اسمه مال شو اسمه مال شو احنا حررنا الفارم. مدى افهم مدى افهم يا ابو سيد مصطفى عيد لو سمحت. شلون اخوي؟ اسمعك تفضل. فقدنا الاتصال مع السيد مصطفى من صلاح الدين. ابو حنانه من الموصل تفضل حياك الله. السلام عليكم ابو جاسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي تفضل حياك الله. ابو حنان. السلام عليكم ابو جاسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله. شلونك اخوي؟ الله يسلمك الحمد لله. احمد الحبوسي يقول اكسر ظهره ويهدد سقطوا الخضراء شو ما طلع اكسر ظهرهم. نعم. اليوم موضوعي غير موضوع يا ابو حنان، اليوم موضوعي عن انه ميليشيات الحشد تقيم حفل تأبيني بمناسبة الذكرى 32 لموت الخميني. ويقولون ايران ما قدمت غير الخير للعراقيين. والسفير السفير الايراني يقول العراق وايران روح واحدة بجسدين. طيب شنو ردك على هذا الكلام؟ انت مواطن عراقي، ما الذي قدمته لك ايران؟ قدمت ايران، قدمت الحشد بالمواطن وبكل المناطق. نعم نعم. الصليان يسبون يذهبون الحشد ومن الاشياء. ابو علي من بغداد يقول ايران دافعت عنكم وحمتكم. هل فعلا ايران حمتكم؟ انتم اهل الموصل اللي دمرت مدينتكم، هل ايران حمتكم؟ ابو حنان يعني صوتك ما واضح بصراحه، اتمنى اسمعك بشكل واضح، بس ارجو لو تعيد لو سمحت. الو شلون؟ اقول لك مدى اسمع صوتك يا ابو حنان، ارجو منك تعيد مره ثانيه. قلت ايران قدمت للعراق ايش حمت؟ نعم. محلات كل شيء. طيب انا اشكرك يا ابو حنان من الموصل. ابو حسن من بغداد تفضل يا ابو حسن حياك الله. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجماعه يقولون قدمت ايران الخير للعراق. اي خير ايش يعني؟ خير الطائفية، القتل على الهوية، قتل حرب العراق مع حرب إيران على العراق لما ضربت المواقع الحدودية، لما انفجرت المستنصرية، صندوق السفير، السفارة ببيروت، قدمت يعني يا خير هو هذا خير؟ هم كلهم عملاء ودول غسل أدمغة. يعني هذا لما يحكي أبو علي يقول لك على المخدرات ينكر بين تدخل المخدرات. هم حتى واحد مو معمم من زموس هاي المخدرات برمامته يعني شو يقول على اللي يقول على اللي استشهدوا يقول على اللي استشهدوا دفاعا عن العراق بالثمانينات ذولا كلهم بعثيه وجواسيس وخونه. لا اله يعني هذا 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 المنطق، هذا المنطق منطق اي منطق موجود اليوم لما نسمع واحد مثل هذا الشخص يتهم هذه الشريحه الكبيره وهذه الفئه الكبيره من المقاتلين من الجنود اللي ما تميز ما بينهم من شيعي من سني من كردي من مسيحي اللي كلهم قاتلوا دفاعا عن هذه الأرض أمام إيران أمام إرهاب إيران يقول عنهم كلهم خوان جواسيس وخونة. طيب يعني هذا مبدأ منه اليوم هذا غسل مقتل أدمغتهم. هذول مستفادين أخي محمد، هذول ناس مقتل أدمغتهم ما يعرفون الحق من الباطل. شنو قدمت ايران يعني هسه منطق العقل هسه مو عملاء ايران بياخذون خيرات العراق وبيزور ايران والامريكا هم كلهم عملاء يعني العراق صار 18 سنه هم هذا خير قدموا ولا سووا يعني رئيس وزراء عميل رئيس الجمهوريه عميل وزراء عميل النواب عملاء قدموا بس بده واحد يقول ايش قدموا للعراق غير الدمار والجوع والحرمان. نعم. أي أيوة وهذا الخير يسموه عدل يسميه غير الخير. زي الخميني هو شنو يعني شنو موقعه؟ مو راح لبريطانيا ظل كم سنه ببريطانيا ودرسوه وعلموه
وطول المنجز على مد يخسر العراقيين. نعم. شنو يعني مقصود أذنغتهم؟ نعم. أبو حسن من بغداد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. عندنا السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد هون بريستامية، إحنا في غابة طبعاً. بس لحظة، صوتك جاي قطع. الجمهورية قدمت المال والسلاح كل شيء. أبو شيماء، أبو شيماء، بس لحظة لو سمحت، ثواني لو سمحت، مدى أسمعك والله مدى أفهمك، أرجو منك بس تغير المكان حتى أفهمك بشكل واضح، صوتك ده يتقطع، تفضل. أبو شيماء فقدنا الاتصال مع السيد أبو شيماء من بغداد. اعتذر، طبعا هناك مشكله يبدو بالاتصالات، ارجو من اللي ما قدرنا نفهمه انه يعاود الاتصال مره ثانيه. السيد ابو مازن من الفلوجه، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي انا عندي موضوع بخصوص الانتاج السجناء. اي تفضل. يعني انت جاي يصلكم التصوير اللي جاي تشوفونه، التعذيب اللي ايدك بتبكي على التلفزيون، يعني الناس تشوف المأساة اللي بتسجل. نعم. اي نعم. طيب. وبخصوص من يقول لك الخميلي، هو سوى انه هم دزهم الحشيد الفلوجه والطقراويه وراحوا من الالاف، لحد الان ما حد لقاهم، حتى الجثث ماكو. نعم. هل يطلعون الجثث، هل يقولون عمي ذبحناهم، هذول مسجونين، هل يقولون ما حد يسولف، لحد الان ما حد يسولف، لا الحكومه تسولف ولا غيرهم يسولفوا. يقولون بانه ايران وقفت ويانا وساندتنا احنا العراقيين بوقت الشدايد، وين وقفت وياكم ايران؟ وقفت وياكم ايران؟ نعم انا اقول لك وقفت ويانا، ذبحتنا غير؟ ذبحتنا، ذبحت الشباب وما خلت احد، خربنا. نعم. وكان خصوص داعش، يا اخوي خصوص داعش ما دخلنا لا سعوديه ولا غيره، دخلوا هم من عندهم يخلصون معنا، هم وراهم جم ذبحونا، وجي داعش ذبحنا وصرنا عندنا خسائر. نعم. سيد ابو مازن، انا عندي تصوير بالتركيه، يعني شوف التصوير انت. اي المنتات التجنيد الثاني. طيب ارجو من حضرتك انه ترسل لنا هذا المقطع على الفيسبوك الخاص بقناه الرافدين، أو عن طريق خدمة أنت ترى اللي تقدمها القناة، أو عن طريق الواتساب الموجود، أرجو من حضرتك أنه ترسلها على أي منصة متاحة قدامك تابعة وخاصة لقناة الرافدين حتى نشوف هذا المقطع. أنا أشكر حضرتك أبو مازن، شكرا جزيلا من مدينة الفلوجة. عندنا السيد ثامر من صلاح الدين، تفضل يا ثامر حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، بس موضوعك عن إيران وعن اللي سووا، وبالإضافة إلى هذا الموضوع أنا أريد منك أيضا تعليق إذا تقدر عن ليش إحنا اليوم ده نشوف الميليشيات، ميليشيات الحشد اللي هي المفروض مثل ما يقولون قوة عراقية، هم اللي يقيمون حفل التأبين بمقراتهم للخميني. والله يا أخي أنا بالنسبة لي عن رأيي، أنا أختلف عن جميع آراء الناس، يعني إذا تحكي عن إيران تقول إيران قدمت وإيران أخرت وإيران، يعني وصل كلامهم إحنا عرضنا مسلوبة إحنا مو إيران. شلون؟ زين، يعني مقصد كلامي اللي داخل عن الأخوة اللي دشاركون. إي. قناة الرافدين، يعني الأخوة إيران، يعني إحنا عرضنا مسلوبة، وماكو يعني مثل ما يقولون الموجة اللي جتنا من قبل الدولة الإسلامية وما شابه. طيب. بالعكس أنا أختلف معهم، أنا بالنسبة لي ما أقول لك أنا سني أو شيعي أو غيره. نعم. أنا أقول لك عراقي. طيب. بالعكس إحنا بالنسبة لنا يعني إيران في الزمن الثمانينات وما أعرف هذا العامري اللي كان مو كان يحارب العراق بالسلاح الإيران، هدوان الدولة الإسلامية. أي؟ اللي هي إيران. طيب عرضنا المقطع، أي كان يقتل بالعراقيين هذا العامري بالثمانينات. رحم الله وجهك، هو مو كان يقاتلون العراق يصيحون دول العراق، هنا إيش عنده جايب العراق؟ نعم. إيش عنده جايب العراق يقدم خدمة للعراقيين على بو إحنا إيران ومثل ما يقولون. أقسم للدولة العراقية.
نعم. أنا بس أريد اليوم لما يطلع مسؤول أو لما يطلع شخص ضمن العملية السياسية يقولون إيران ما قدمت غير الخير وكل ما هو صحيح وصالح للعراقيين. أنا بس أريد أسأل اليوم. أنا أختلف. أريد... أنا بالنسبة لي أختلف عن رأي الناس كلها. بالعكس. طيب اعطيني رأيك. من جدتي. أريد أقول لك رأيي يعني إيران من جدتي بالعكس ما قدمت لنا شيء اللي يدري بالعكس نطت. صحيح هي نطتنا مثل ما يقول حسب ما يحكون الناس نطت مثلا سلاح أو عتاد ما في مشكلة وقفت ويانا. ما عمالك يخذت. يخذت اللي تريده واللي تتمناه. هسه لو مو دولة مالتنا وصايرة. نعم. زين هسه كل وزارات العراقية كل وزارات الدولة العراقية لها ايد بإيران كل من رئيس جمهورية من رئيس وزراء نعم. من كل حقوق طالب الشعب العراقي طالب حقوقه وهل دور الصديق هل دور الصديق واللي فعلا يعتبر ان العراق بلد صديق وبلد جار ويحترم حقوقه وسيادته وقانونه انه يتدخل بشؤونه ويحرك هذه الميليشيات للسيطره؟ مو صديق بالعكس هذا عدو بالعكس هذا عدو ويريد اهلاك الدوله العراقيه بما فيها وهي اصلا اشبقونا رحمنا لك اشبقونا انت نعم طب للعام خليناك خلينا صايد الدول خلينا نشوف انكس خدمات لان معاناة ما كفي لك الله لا من كهرباء لا من مي لا من كل شيء نعم هذا اللي مثل ما يقول هذه الزراعه العراقيه يعني المفروض مثل ما يقول ينهض من جديد يعيد غير على اساس كان ذاك النظام طاغي شو بالعكس هذا النظام كله ايراني وكل شيء محصنينه مستفادين زين هو العالم وقت الجوع تاسس بغداد مذاقاته كلها ناس تكذب زين ما تلقى لك واحد ما تلقى لك واحد احمد الله وشكرا زين من وراء الدوله ومن وراء اللي جتنا عشاق التعبانه. طيب سيد ثامر من صلاح الدين أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة ونبقى أيضا نسأل ألا تعتبر ما تقوم به هذه الميليشيات من إقامة هذه الحفلة هذه الحفلات التأبينية واستذكار ما يسمى بالثورة الإيرانية وخميني داخل العراق داخل هذا البلد العربي أنه هو يدل على أو يكشف حقيقتهم وحقيقة ولائهم؟ السيد أبو عبد الله من الموصل تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية تقدير واحترام جنابك الكريم وقناتك الموقرة. حياك الله. والله بالحقيقة أنه لا غرابة على رغاة في إيران أن يصرحوا هذه التصريحات. نعم. الذين يصرحون هذه التصريحات تربوا في إيران وترعرعوا في ظله فلا غرابة أن يصرحون هذه التصريحات ولا سيما ان الطائفيه قد رضعوها مع حليب امهاتهم منذ الصغر. نعم. فلا غرابه في هذا الامر، هي متابعين اصلا لايران. نعم. بالنسبه لتصريحات هذه العامري هذا انسان مجرم من اللي كان يقتل اماره القتل والترهيب بالطيارين وضباط الجيش خاصه 2003 نعم. من اللي كان ينفذ مجازر إخوانا ومن اللي كان ينفذ مجازر اللي ينتهك الميليشيات منه كان نعم. ما هي مدعامتهم فهي أصلا عملاء إيرانيين هي من حسالات الناس جابتهم أمريكا وعملتهم للطبع. شنو رأيك طيب سيد أبو عبد الله شنو رأيك بتصريح خالد الملة رئيس ما يسمى بجماعة علماء العراق اللي يقول بأنه إيران لم تقدم للعراق والعراقيين سوى الخير؟ شنو 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 ردك على هذا الكلام؟ ايه قدمت الرعب والخوف دعمت الميليشيات الارهابيه التي تنتهك كل الحقوق والاعراف المدنيه والقتل على الهويه هاي قدمته ايران من اجل بسط نفوذها وجعل العراق ولايه ايرانيه من اجل تنفيذ مآرب ولايه الفقيه اللي هو جمله وتفصيلا طائفي ارعن طيب. كانت عملاء للمسلوبي الإرادة مسلوبي الشخصية تابعين لهذا المعمم اللي يملي علينا إملاءات طائفية شنيعة يعني هو هذه العامري المقطع اللي طلع بالتلفزيون يقول أشقل أن الإمام إحنا نمشي به الإمام يقول له اقتل يقتل الإمام يقول له اسرق دم يسرق دم الإمام يقول له هؤلاء كفر اقتلهم يقتلهم ويسرق الأموال مالهم حلال عندنا هو هذا معتقد نعم نعم سيد ابو عبد الله ابو عبد الله من الموصل انا اشكر حضرتك للمشاركه عندنا سيد عفوا سيد ابو ياسين من ديالى تفضل
حياك الله اخي محمد الساده المحترمين. اهلا وسهلا حياك اخي محمد. انا شرف عظيم جراي الخميني تاسس ثم الهزيمه. هذا الخميني الدجال اللعين. نعم. ودافعنا حياض الامه العربيه بالكامل. الجيش العراقي الباطل اللي هذا ابو علي يقول لك جوازيز قوله وبعطيها. لا والله تاج على الرؤوس اللي ضحوا دماء من نجم دفاعنا العراق وهزموا الخميني. والله العظيم جزاهم لك باب البطاطين. هذول ذبحوا الخميني الدجال الملعون. ولكن هاي الناس ناس مليون في ايران خادمين لها واتباعه. عيت واخذلوا والله العراق هو بوابه السلام، بوابه النصر، بوابه الامه العربيه بالكامل. نعم. احنا لما نقول اليوم تسوون موقف مثلوه مع الخميني. انت تقول لي الطائره الفرنسيه نزلت الخميني بايران وتلف استلم الحكومه. اي دوله خمينيه؟ اللي هو علاقته بالغرب وجابونا الصابون. هم تتحدثون بالاسلام والدين والعمامه؟ انا خليني اذكرهم اللي مسام شاه ايران ورشاه كلام على ملك الملوك. والله تاج ايران فرنسا، لكن هو دمر الخميني وذول معمرين دجاله قمه طهران. انا ذكر انا ابو علي اكو شنو تعليقك شنو تعليقك يا ابو ياسين على اللي تسويه ميليشيات الحشد يوم بعد يوم؟ تقول احنا قوه عراقيه وطنيه، لكن ما يسوون شيء غير خدمه ايران. حفلات تابينيه وتصريحات من قياداتها انه احنا نتبع الولي الفقيه، ولما حتى بعض القيادات الايرانيه تطلع تمدح بقوى المقاومه تضع من ضمن الاعلام علم الحشد، قوى تابعه الى ايران. اليوم شنو ردك على اللي تسويه هذه الميليشيات؟ هل هي فعلا ميليشيات عراقيه وطنيه؟ انا اسال هل هم من اصول عربيه مو بس عراقيه؟ يعني خلي يسالون امهاتهم دمهم منين؟ شوف محمد بدياله لو تشوف الشمعانكيه الصور، هذا الحسن نصر الله وهذا الحوثي، هندسه هذول مدسكين عراقيين؟ انتم ما تستقرون براقيتكم وعروبتكم لو انتم مديونه مال ايران. هذول الناس دجاله خونة عملاء. اذكرهم الأسئلة العراقية قطعوك بواحد 20-12 ومعك جرمتين شدوك جاتين وحدة على الشمال وحدة شرق وقطعوك. إيران ما سلوا هذا السنة لو شيعي، وهذا الصرح مال العظيم أمام المستلصلية باب العلم. قالوا هذا صار العظيم حتى ينسون. والله العظيم ما تنسونا، ما تنسون تاريخ العراق الجيش العراقي الباطل، اتصالنا العظيم بالقادسية أم المعارك. فهذول دول إيران هذول دعتهم. شكرا شكرا جزيلا يا سيد ابو علي ابو ياسين من ديالى، انا اشكر حضرتك للمشاركه. تقارير حكوميه تشير الى ان منفذ الشلامجه وميناء ام قصر الحدوديين بين العراق وايران في محافظه البصره يعدان ابرز منافذ تهريب المخدرات الى العراق. تم فرض عقوبات من وزاره الخزانه الامريكيه على إيران بعد ظهور تسريبات ووثائق تؤكد تورط ميليشيات عراقية بين قوسين مدعومة إيرانيا في تهريب المخدرات داخل العراق وتحويل الأموال إلى مصارف تجارية أمريكية. هذا كان بناء على تقرير أمريكي. تؤكد التقارير الدولية والتقارير الحكومية داخل العراق أن أكثر من 30 مليون حبة من المخدرات سنويا تدخل العراق من إيران. ميناء أم قصر شهد تسريب معلومات استخباراتية خطيرة حصلت عليها قيادة العمليات الخاصة داخل العراق حول عمليات التهريب للمخدرات إلى البلاد. حسين التميمي هو ضابط برتبة عميد في قيادة العمليات الخاصة في العراق قال: بعد تعقبنا لشهرين لمهربين إيرانيين كانوا يتعاونون مع عناصر أمنية ينتمون إلى فصائل مسلحة عراقية، استطعنا ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والتي يعود مصدر نشأتها إلى إيران، وقد دخلت العراق عن طريق سفن كبيرة لنقل البضائع برفقة جنرالات تابعين للحرس الثوري الإيراني يرتدون زيا مدنيا ويبرزون هوياتهم كلما عبروا نقاط التفتيش العراقية. ويضيف أنه العراق يدخل 30 مليون حبة مخدر سنويا وآخرها تلك الشحنات العملاقة التي كانت مخزونة في حقائب مدرسية تم حشوها بحبوب مخدرة من نوع الكبتاغون في منفذ الشلامجة. هذا حديث ضابط في العراق، ويؤكد أن الحرس الثوري الإيراني اللي يقول أبو علي ذول الحموكم واللي يقدموا لكم مساعدة يأتون بالمخدرات إلى العراق. إيران أصبحت المصدر إلى العراق
من أبرز المصدرين للمخدرات إلى العراق، وبالتالي أصبح هناك انتشار كبير لهذه الآفة التي تهاجم شباب العراق بشكل كبير حقيقة، وحولت العراق من بلد مستهلك إلى بلد مصنع للمخدرات بفضل تجارها ومهربيها وتواطؤ هذه الميليشيات اليوم الموجودة في العراق. السيد صباح من بغداد، تفضل حياك الله. محمد أهلا وسهلا. بالنسبة للاحتفالات اللي جاي يقيموها هيئة الحشد اللي هي تابعة لرئاسة الوزراء ومرتبطة ارتباط مباشر بالرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، يعني وين الأجهزة الأمنية من هاي الاحتفالات بذكرى وفاة الخميني؟ الخميني اللي احنا حاربناه 8 سنوات واللي هو كان عنده أطماع بذيك الفترة بال79 وبال80 أطماع تقسيم العراق وتدمير العراق، وبالفعل المشروع الإيراني حاليا بعد الاحتلال 2003 ولحد الآن هاي 18 سنة بيّن هذا المشروع الإيراني لكن مع الأسف على إيد عراقية، إيد اللي يجون يحجون يقول لك حمينا أعراضكم ودافعنا وإحنا مجاهدين وتبعم الفتوى السيستاني الجهاد الكفائي. يعني هسه حاليا يحتفلون بشخصية 80% من العراقيين رافضين هاي الشخصية. ليش احنا هسه شنو احنا مقرات الحشد يحتفلون بذكرى وفاة الخميني؟ يعني يجوز هسه يحتفلون مثلا بقادة عرب مثلا مثل الملك عبد الله أو ياسر عرفات أو غير الرموز الموجودة بالأمة العربية، يصير يحتفلون بها مناطق السنة أو الحكومة العراقية؟ شنو احنا بهاي الذكرى لوفاة أي شخص؟ يعني ما يهمنا احنا، اللي يهمنا العراق والمصالح العراقية اللي دمرها الحشد. الحشد احنا هو اللي يقود البلد، وهو القانون بيده، وهو كل شيء، هو مسلط على كل شيء. وهاي التقرير مالكم هسه اللي حكيت عليه عن المخدرات، يعني هم تجار مخدرات، هم لا مجاهدين ولا جاهدهم الامريكان. احنا نعرف اللي مجاهد من نحتل البلد 2003 اكو فصائل قاتلت الامريكان في المناطق السنية، لكن هم كانوا يؤسسون الى حرس وطني والعصابات هاي العصابات القتل والجماعة الدرايلات وغيرها، وكان لهم غطاء جوي بتشكيل بالحروب اللي صارت بالموصل وتحرير الموصل والانبار وصلاح الدين من الامريكان. هسه انتم تحجون احنا مجاهدين وتحتفلون بناس ناس جار سوء خميني وغيره اللي دمر من المجتمع العراقي. ليش هذا الاستفزاز؟ ليش هذا الاستفزاز لمشاعر العراقيين اليوم؟ يعني كل خطوة كم عائلة عراقية، معذرة، كم عائلة عراقية استشهد الجد أو الأب في الحرب الإيرانية العراقية دفاعا عن هذا البلد؟ لما يطلعون ذولا يمجدون بقاتل أبوهم، قاتل جدهم، شنو شعور العراقيين تجاه هذه الميليشيات يصير؟ طبعا احنا الحرب الثمان سنوات ماكو كانت عندنا شيعة وسنة، وما حد كان يقدر يتلفظ بهذا الموضوع. ماكو عندنا شارع بالجنوب او بالوسط او بالشمال اذا ماكو شهيد ضحى بدمه في سبيل يحمي الحدود العراقية الإيرانية. ثمان سنوات الشعب العراقي هو اللي ينزف، وهو كان حامل بوابة الشرقية لحماية العراق والأمة العربية. بعد الاحتلال اكتشفنا وعرفنا ان الحرب الثمان سنوات حرب شرعية ضد عدو مجوسي، عدو يعني عدو كافر. يعني حتى هاي التفجيرات اللي صارت بعد 2003 كلهم هم وراها هاي المخدرات اللي دمرت المجتمع العراقي وخلت الشباب هسه لا شهادة، لا يعرف يقرأ ويكتب، لا كل شيء. كلها سببها إيران ما قدمت لنا أي خدمة، حتى الكهرباء بفلوسنا، حتى اللي مشتقات النفط نشتريها بفلوسنا، هاي المياه اللي تجري بعد الروافد من إيران إلى نهر دجلة هي قطعتها على العراق. هذا المي اللي بحياة الإنسان والحيوان والنبات قطعتها إيران. ما شفنا أحد من المرجعيات مثل مقتدى الصدر أو عمار الحكيم أو السيستاني طالب من إيران جارة السوء، طالبها بأن الجنوب العراق شحت المياه، وهاي الصيف راح يصير دمار للحيوانات، للثروة الحيوانية، للبشر، للأرض، لكل شيء، للأشجار. دمرونا ما حد طلع منهم حتى، إيران ما جانا من عندها بس الشر. ومع الأسف هذول الولائيين فقط. أما جنوب العراق احنا نشوف هاي المتظاهرين والتشرينيين من يطلعون يصوتون وبأصواتهم يقول لك إيران برا برا، إذا الجنوب رافض الوجود الإيراني ورافض اللي يدعون بأن قدسية إيران أكثر من قدسية العراق والعراقيين. يعني أنا أشكر حضرتك سيد صباح، أعتذر منك، عندنا متصلين ينتظرون والوقت ضيق. عندنا محمد من أربيل، تفضل يا محمد حياك الله.
محمد من أربيل. طيب مرتضى من البصرة. مرتضى تفضل. السيد مرتضى من البصرة ما موجود. طيب ما عندنا اتصال. خلينا نشوف بس إيران ايش تقدم، حتى اللي يقولون إيران تقدم الخير للعالم العربي وللعالم الإسلامي وللدول العربية وللعراق. هاي الجملة أطلقها مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي، يقول كل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا. هذه الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين، المنظمة الإرهابية التي تقتل بالشعب اليمني وتهجر، من إيران وباعتراف إيران. مسؤولون عراقيون قالوا لصحيفة العربي الجديد وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، قالوا إن جماعات مسلحة وأحزاب نافذة في جنوب البلاد استغلت حالة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الساخطة المتواصلة لتمرير مزيد من الشحنات والبضائع الفاسدة أو المخالفة للشروط القادمة من إيران. هؤلاء مسؤولون عراقيون. أكد هؤلاء المسؤولين أو المسؤولون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق كلف وزارة الداخلية بمتابعة الموضوع بعد وصول شكاوى إغراق المنافذ ببضائع مخالفة وتالفة قادمة من طهران بتواطؤ أو خضوع من قبل موظفين في تلك المنافذ للمهربين التي طبعا ارتفعت منذ زيادة الاحتجاجات حتى تكون فرصة لتمرير البضائع الفاسدة التالفة الغير صالحة للاستهلاك البشري من إيران إلى العراق بتواطؤ. طبعا هذا الموضوع عادل عبد المهدي راح وما افتهمنا شيء من هذا التحقيق ولا عرفنا شنو النتيجة. يعني الآن كل الحديث يدور في الأوساط العراقية أنه ما يجري هو يؤكد أن هذه الميليشيات اللي تسمى الحشد الشعبي واللي اسميا تابعة للقائد العام للقوات المسلحة يعني ولاها المطلق لإيران، كل ما تقوم به هو إيراني، كل ما تفعله هو خدمة لمصالح إيران في العراق، تدمير، إثارة فوضى، إرهاب، وحقيقة تصنيف أغلب هذه الميليشيات على قوائم الإرهاب ووضعها كمنظمات إرهابية. هذا أكبر دليل على أن إيران فعلا كما وصفتها الجامعة العربية بإجماع أغلب الدول العربية بأنها دولة راعية ومصدرة للإرهاب. أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في إحدى الاجتماعات قال بأنه عندما نصوت ضد إيران ونخرج باتفاق عربي ضد ما تقوم به إيران من إرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وللدول العربية، يخرج العراق معترضا ورافضا أن يشارك في التصويت ضد إيران. هذا أكبر دليل على أنه هذه الحكومة الموجودة وحكومات ما بعد الاحتلال خاضعة ومسيطر عليها من قبل إيران. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.